طيران العدوان ذاته واصل استهدافه المشاريع الخاصه ومصادر ارزاق المواطنين، حيث استهدف احد المصانع الخاصه لانتاج المياه في منطقه بني ميمون في مديريه عيال سريح. مراسلنا قال ان الغارات استهدفت مصنع الضيافه للمياه المعدنيه وتسببت في الحاق اضرار واسعه بالمبنى والمخازن التابعه له، مخلفا خسائر ماديه. تم اعتداء المصنع هذا نصف الليل قنبلة فراغية هذا عنقودية، ولم يوجد، هل يوجد في هذا المصنع سلاح؟ هل يوجد فيه الذخيرة على ما بيتكلموا؟ هذا اعتداء غاشم، يريدون أن يهتموا البنية التحتية، هذا لا يريدون أن يستهدفوا شخص واحد، وإنما يريدون يستهدفوا الشعب اليمني بأكمله. ومن مصنع للمياه إلى هنجر للأبقار، حيث قصف طيران العدوان السعودي هذا الهنجر بمزرعة المراعي التابع لمجموعة إخوان ثابت في منطقة الكدن في باجل الحديدة.